مرحبا فيكم مشاهدينا من جديد، وفي فقرة السمنة لهذا الأسبوع سنشاهد قصة علي القبلاني مع السمنة وكيف أصبح وزنه بعد 9 أشهر من إجراء العملية. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. نفسي أتمارس حياتي زي صديقاتها زي خواتها زي الناس اللي قدامها، أطلع بالشارع ألقى يعني تهزيء خلق الله. تعبت من نظرات الناس لي. أتمنى إني أنحف وأعيش حياتي صح. لازم عشان أدور حل جذري يعني للمسألة هذه. خلال 5 أشهر تقريباً 100 كيلو. كل أب ولا أم تشوف بنتها بهذا الشكل إنها تبادر بعلاجها. بدأت معاناة علي مع السمنة في سن 15 حينما بدأ وزنه يزيد بشكل كبير يصعب التحكم فيه، وعندها بدأت محاولاته مع إنقاص الوزن من الإبر الصينية إلى الحمية والرياضة، ولكن هل نجح في ذلك؟ سويت العملية تقريبا قبل 9 شهور، كان وزني 150 كيلو، وكنت يعني لو ما سويت العملية كنت في ازدياد، لأني تقريبا خلال سنة 20 كيلو زدت، ولا في فترة بعدت عن الأهل، فصرت الأكل المطاعم يعني أكل فطور غدا عشاء كله مطاعم. فجربت يمكن تقريبا أكثر من سويت دايت عملية، سويت رياضة وزي كذا، سويت إبر صينية كمان حطيتها نفعت معايا تقريبا مدة 2 شهر نقصتها 15 كيلو. كنت يعني مرتاح عليها، كنت في عمر صغير تقريبا في 15 سنة. فصارت لي زي الظرف اللي جاني موية في الرئة وزي كذا، فتركت الإبر الصينية والرجيم. تقريبا تناولت مستشفى 9 أيام، بعدين رجعت دبل ال14 هذه. واستمرت المسألة اللي هو الزيادة في الوزن. بدينا خلاص من ذيك الفترة تقريبا من العملية من اللي هو الإبر الصينية من 15 سنة وأنا في الزيادة خلاص، كانت يمكن في التسعينات وزني. 90 100 إلى قبل العملية 150. الدكتور استغرب من اللي سويت عند العملية، دكتور عايض استغرب من فكرة إنه في سنة، لأن جيت وأنا سويت التحاليل كان وزني 100 وتقريبا 130، فجيت 150. لم يكن فشل علي في إنقاص وزنه هو الألم الوحيد الذي كان يعاني منه، بل كانت السمنة مؤلمة في كل شيء. وكانت عندي أكثر من مشكلة من زمان، يعني النوم يعني أهلي اللي ناموا جنبي يقولوا تصدر أصوات اللي هي سقف الحل، كان عندي زي الحساسية فيه، فتلاقي لازم أصدر أصوات منه ولا خشونة في الصوت، زي تشخير عندي. نومتي ما أكون مرتاح فيها، تلاقي أقوم من نومة أتقلب يمين يسار أكثر من مرة. يعني كان ما في هواية، ما رياضة مرة، مالي في الرياضة، الشباب عندي يلعبوا كورة يروحوا ويجوا، هي اهتماماتي كلها كانت هواية، يعتبر عندي الأكل، الأكل هواية. ففلان يقول لك أنا هوايتي الرسم، هوايتي كذا، أنا هوايتي الأكل. كنت ضاق صدري أكلت كذا رحت، وكان عندي مشروبات غازية يعني هذه شكل فظيع، أشربها، أشرب مشروبات غازية يعني يمكن في اليوم 5 6 علب من البيبسي واللي هو غيره المشروبات الغازية بصفة عام. لقد تغير صراع علي مع الأكل ومع مشاكل السمنة بشكل كلي بعد إجراء عملية التكميم أو قص المعدة، فلم يعد كثير الأكل ولم يعد نمط حياته كما كان، إنها حياة جديدة يعيشها. فالحمد لله العملية غيرت فيني شغلات كثير، يعني الحمد لله من نومي تحسن، تغير في الشكل، صرت مقبل على الرياضة بشكل يعني كويس الحمد لله، صرت ألعب رياضة، راحة نفسية كاملة، يعني تغيرت يمكن 90% من شخصيتي وأموري في الحياة كاملة من بعد العملية الحمد لله. صحيح بالنسبة للناس اللي تتساءل عن الأمور اللي هي التخوفات من العملية، إيش الأضرار وهكذا، أنا أقول أنا سويت العملية كنت متحمس جدا. تقريبا يوم سويت العملية وطلعت الحمد لله يمكن قعدت 2 يوم في المستشفى تقريبا مع تحاليل ومراجعات بعد العملية وزي كذا، فخرجت الحمد لله سليم. خبرة علي مع عمليات السمنة يمكن أن تفيد الآخرين، فهو يبين حقيقة التخوفات من هذه العمليات والترهلات وكيفية تفاديها. الترهلات إذا بتلعب رياضة وتشتغل، يعني الحمد لله عندي ترهلات، في شباب أعرفهم أصحاب لي مسوي نفس العملية، عندهم منطقة هنا مترهلة، في المناطق هذه أنا الحمد لله قدرت أتفاداها، لأني
الحمد لله هي رياضه ومحافظ يعني على اكل وزي كذا. يعني احيانا ما اقول لك اكل احيانا فاست فود ومطاعم زي كذا، لكن احرقها بالرياضه. يعني مخصص لي تقريبا ساعتين على الاقل في اليوم اسوي فيها رياضه، يعني تمارين مختلفه وزي كذا مع مدرب. فالحمد لله ترات عندي تقدر تقول يعني اخذت 90% يعني اقل من غيري. فالحمد لله يعني عندي من هنا تقريبا تمام، من هنا المناطق هذه كلها في الحمد لله سليمه. ترى هل تؤدي هذه العمليات لتساقط الشعر ونقص الفيتامينات والمكونات الغذائيه، وهل يمكن تجنب ذلك؟ بالنسبه يمكن في ما شفت الحمد لله لا الام ولا جاني اللي هو نقص في الفيتامينات ولا نقص في المعادن والمنرز والشغلات هذه، ما الحمد لله ما جاني ولا شيء. بالنسبه اللي يقول لك تساقط شعر اظافر، انا اتكلم عن نفسي تجربتي الخاصه، ما الحمد لله ما عانيت منها ابدا. وبالنسبه للاكل اكل الان بكميه اللي هي يعني تقدر تسد حاجتي، يعني تاخذ مساحه المعده، فالمعده صارت كافيه انه ممكن يعني اكل الوجبات الرئيسيه ثلاثه، فطور غدا عشاء، وفي وجبات اللي هي سناك اخذها بينها اذا كان من عصير ولا حليب ولا موز. والحمد لله اشوف ان يعني اكلي صار موزون واكل غذائي صحي، ويعني الحمد لله انا سويت العمليه كانت يعني تجربه حلوه، والفضل يعود لله ثم للدكتور. اشكر حبيت اشكر الدكتور عايض كمان. يا هلا بالحياة. ولمناقشة هذا الموضوع معنا من استديوهاتنا في الرياض الدكتور عايض القحطاني، استشاري جراحة سمنة ومناظير. نرحب فيك دكتور. أهلا بك أخت رولا وأهلا بالمشاهدين. أهلا فيك دكتور. دكتور تعرفنا على قصة علي القبلاني، خبرنا أكثر عن تعليقك عن هالقصة وحالة علي وكيف تم متابعتها أثناء سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هو طبعا علي مثال ممتاز جدا وبيكون مفيد لكثير من الناس اللي يسوون هذه العمليات او يفكروا في اجراء هذه العمليات. نعم. علي وزنه كما ذكر في التقرير كان 150، حاول كل المحاولات الممكنه اللي ممكن الواحد يفكر فيها، سواء حميه، رياضه، ابر صينيه، حبوب، علاجات اخرى، وتنجح وتؤدي الى النتائج اللي تكلمنا عنها كثير، انه نزول بسيط 5 كيلو 10 كيلو 15 كيلو وترجع، والسبب انه البيئه اللي حولنا غير ملائمه لنجاح متواصل. صحيح. تعطيك نجاح مؤقت وغير لا يمكن الحصول عليه. لما جانا علي في العياده سوينا الفحوصات اللازمه وتابعنا في العياده لفتره معينه، وبعد ما قررنا اجراء العمليه اجريت له العمليه ووزنه كان كما ذكر، وبعد 9 اشهر طبعا هو بعد شهر من العمليه اضطر يسافر في برنامج خادم الحرمين الشريفين كمبتعث لأمريكا. نعم. الفترة هذه طبعا ما هناك أي متابعة منا، لكن في تعليمات معينة احنا أعطينا تعليمات مكتوبة ومفهومة بالنسبة له أنه إيش المطلوب منه. نعم. ولما نجي في بعض الأمور الأخرى أخت رولا، أنه هناك يعني أهمية كبيرة جدا نتعلمها من قصة علي، أنه لازم الالتزام والمتابعة. صحيح. يعني علي مثلا لما راح لأمريكا طبق هذا البرنامج، تابع عليه حتى من غير أن نكون معاه، لكن أنه كل المعلومات في ذهنه حاول يطبقها بحذافيرها بالمعنى الكلمة. لما رجعنا بعد 9 أشهر كان هذا شكله بهذا الشكل اللي فعلا يتمنى كل إنسان أنه يجري عملية سمنة أنه يصل إلى ما وصل عليه علي الآن. نعم. يعني أهم شيء دكتور يمكن دائما من دقق عليه هو الالتزام، اللي هي تعتبر يمكن خطوة أساسية لتحقيق النتيجة اللي هي مطلوب من وراء هاي العملية.